السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي بوب كيك اللي كنت وجدتهم في العيد ميلاد ديال بنتي بالاستعمال ديال الاله ديال البيب. كيجيو زوينين وناجحين، واهم حاجه كيعجبهم بزاف الوليدات الصغار. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديالهم. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا، عندي هنا معلقه صغيره ديال الخل، غادي نحتاجوا واحد البيضه، واحد هذا سكر الفاني، وواحد الخماره، وعندي كاس ديال الحليب، وكاس ديال السكر سنيده، يعني كاس ما عامرش ديال السكر سنيده، وكاس ما عامرش ديال الزيت، وجوج كيسان ديال العلبه ديال الدقيق. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، وواحد البيضه اللي قلت عليكم. المهم هادو هما المكونات اللي عندي. دابا نشوفوا الطريقه ديال التحضير. هما ناخذ واحد الاناء فاش غادي نخلطو، وغادي ندير فيه البيضه. بسم الله، غادي ندير الفاني، وغادي ندير السكر سنيده، غادي نخلط هاد المكونات. غادي ندير الزيت، غادي ندير الحليب، وفي الاخير غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل. وغادي نبدا نخلط المكونات ديالي كاملها مزيان. يعني هانتوما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الخليط اللي كنحصل عليه. يعني خدمت ان درت جوج كيسان ديال الدقيق، وكيبقى الدقيق دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا. يعني هذا هو القوام، ما تيكونش الخليط ثقيل بزاف. وهنا غادي ناخذ الاله ديال البيم اللي هي سهله بزاف الاستعمال ديالها. والآلة ديال البيم بالنسبة للناس اللي عندهم، أول حاجة غادي نسخنها مزيان، ومن بعد غادي ندهنها بالزيت. في الأول بالنسبة للناس اللي كيشروها المرة الأولى، يعني في الأول ديال الاستعمال ديالها ما كتكونش كتلصق، ولكن مع الوقت كتبدأ تلصق. أنا دابا غادي ندهنها بشوية ديال الزيت، وعاد غادي نبدا نعمر دوك الدوائر الصغار. صافي، غادي نبداو نعمرهم هكا حتى الآلة بهذا الشكل هذا. الطريقه ديال الاستعمال ديالها سهله بزاف، وكيجيو فيها زوينين وطيبين. يعني المهم كنسدو عليها، وانا كنخليها تقريبا حتى 10 دقائق، يعني كنخليهم حتى كيبان لي انهم تحمروا مزيان. كاين بزاف كيبداو يحلوا كل ساعه عليها، ما تبقاوش تحلوا عليها كل شويه. صافي كتسدو
وخليوها بين 8 دقائق حتى 10 دقائق عاد تفتحوا عليها. من بعد راه كتلقاوهم طايبين من الداخل، كتلقاوهم هكا محمرين، وحتى دوك البليصات اللي كيبانوا لكم هكا بيضين راه تيكونوا طايبين. بالنسبه انا الوحده هنا اللي لصقت ليا مزيان، داكشي علاش من الافضل دهنهم مزيان بالزيت اللي عندها كتلصق ليها. وكاين اللي كيدهن هكا بالزيت وكيرش بالدقيق، وكاين اللي كيدهن بالزبده، غير الزبده كتبدا تحرق كتبقى تعطي الريحه، داكشي علاش كنفضل انني ندهنهم بالزيت. وانتم كتشوفوا يعني الطريقه ديالهم سهله بزاف وسريعه، يعني ما كياخذوش شي وقت كثير. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذه الاله، يعني يقدروا يوجدوا اي كيك بغاو وغادي يفرتوه وغادي يجمعوه بالشكلاط، ومن بعد غيشكلوه هكا دوائر صغار، والزين كيبقى اختياري. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه، يعني غادي ندهن بالزيت المره الثانيه، وغادي نبدا نعمر دوك الدوائر هكا حتى الفوق باش يوصلوني للجهه الاخرى ديال يعني ديال الاله، يعني ملي كيبداو يتنفخوا يعني كيجيو واصلين للفوق باش حتى هما كيجيو كيتحمروا. صافي وغادي نعاود نسد، وغادي نخليها 10 دقائق، وحتى الا حليت عليهم ولقيتهم مازال ما طايبينش كنعاود نسد عليهم. غير هما خطروا يتخليهم هكا بين 8 دقائق حتى 10، باش تلقاهم بعدا غير في النص الطياب ديالهم، باش ملي تحلوا ما يتحلوش لكم من الوسط، يعني يبقى النص لاصق الفوق ونص لاصق لتحت، يعني خصهم حتى يطيبوا عاد تحلوا عليهم. صافي ها نتوما كيف كتشوفوا كيف كيجيو، كاين اللي كيجيو هكا محمرين مزيان، وحتى اللي كيبانوا لكم هكا بيضين راه تيكونوا طايبين مزيان ما معجنين ما والو. غير هما يعني كيبقى فيهم داك اللون هكا كبيض، ولكن راهم طايبين. صافي غادي نبدا نحيدهم هكا بشويه. يعني الطريقة سهلة بزاف، وحتى المقادير يعني حتى هما بساط، وهاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا كمية كثيرة، يعني غير بيضة وحدة وكاس الحليب وكاس ديال الزيت، مهم مقادير بساط بزاف، وكيخرجوا واحد الكمية اللي كثيرة بزاف. صافي يعني كنبدا نكمل دائما بنفس الطريقة، ضروري انني كندهن بالزيت وقت ما يعني باغا نعمرهم، وكنكمل يعني كنعمرهم مزيان، ومن بعد كنسد عليهم يعني حتى كنكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. ومن بعد غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين اللي كتبقى اختياريه. انا كيف ما كتشوفوا درتهم في هاد العويدات هادو، وغادي نزينهم هكا بالشكلاط الابيض اللي كنضفت عليه واحد الملون اللي في الوردي يعني او الغوز. وصافي دوزتهم هكا في داك الفاني ديال الحبيبات ديال هكا كملونين. صافي كنبدا ندوزهم هكا في داك الشكلاط، واخا صراحه راه ما تيبانش لكم اللون واضح في الفيديو، ولكن راه درت ليه شويه ديال الملون. صافي يعني الطريقه سهله بزاف، وكيجيو زوينين بزاف، وحتى الوليدات الصغار يعني كيعجبوهم بحال هادشي هكا في العيد ميلاد اولا يعني من غير اي مناسبه، يعني نحضروهم ليهم راه كيعجبوهم بزاف. وصافي غادي نكمل بنفس الطريقه، يعني حتى غادي نكمل الكميه اللي بغيت انا، وغادي نحتفظ بهم يعني حتى كيتجمع داك الشكلاط وكيشد فيهم هكا مزيان، ومن بعد كنقدموهم. يعني هذا هو الشكل ديالهم النهائي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. وانا هزرت حتى بهذيك الفيرميسيل ديال الشكلاط كحل حتى هي زينت بها. مهم كيبقى التزيين اختياري وعلى حسب الاذواق ديال كل واحد. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وشكرا بزاف على المتابعه.